السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا تحدي لو خيروك. هاي موجود أسئلة وكل واحد لازم ياخذ سؤال يجاوب عليه. رح نعمل حجرة ومقص ونختار. حجرة ومقص. يا الله. حجرة ورقة مقص. لا غشاش. يلا خذ. كبسة دساس ولا أو محشي؟ كبسة دساس. خلاص حطها؟ لا 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 حطها هون. دوري. أول السبب بس من السبب. دوري صح؟ من السبب. أنا أحب كبسة. يلا. تعيش مع أهلك أو تعيش مع أصدقائك؟ طبعا تعيش مع أهلك. أهلي. يلا يلا. تصبح أقوى شخص في بلدك أو تصبح أغنى شخص في بلدك؟ أكيد أصبح مشهورة. قصدي أقوى شخص. قوية قوية. شو عضلاتي؟ ليه لأني أنا بالحقيقة قوية. طب ليه ما تصير غنية؟ أبدا غنية. كل واحد يعطيني وخلص. أيوة. يلا. تصير شاعر محترف أو رسام محترف؟ أنا أحب شاعر. سؤال محترف. يلا دوري. يطلع لي اللي ما احبه. ايوه والله طلع لي شيء ما بتحبه. 4 ساعات بدون جوال او ساعة بدون مكيف يغار الحر. 4 ساعات بدون جوال. يلا هلا بس خلص فيديو وانتو مسكي ايبادك. ليش مكتش انا لسه مين يا رب يطلع لي حليب وكولا. يا رب يطلع لي اكون مشهوره. يوم بدون نت او يومين بدون مكيف؟ لا يوم بدون نت. لان عندي 70 لعبه بدون نت. يلا ياي. تعال مره. عبود يا ربي يطلع على حلمك. بيتزا او مكرونه؟ بيتزا. مكرونه طبعا. انا بيتزا. بيتزا. انا طبعا مكرونه. تلعب كرة قدم أو كرة سلة؟ كرة سلة. كرة سلة بحبها. أنا لا كرة قدم ولا كرة سلة. بعدين تسافر مع صديق أو تسافر؟ ها شو مكرك أنا؟ لا لا ما مكرك. مع صديق أهلي. بس هالسؤال مكرك. عادي. طيب الله يعيني. ثاني مرة. تصبح قبيح او تصبح غني؟ صح يا ماما. تصبح قبيح او تصبح غبي؟ اصبح قبيح. قبيح. لا لو غبي ما بيفهم شيء. يعني نفسك لسه بجبهه. يلا جبهه. دوري. دوري. انا اسمي نيها. تحقيق مليون تيك او تاخذ مليون مليون بشهدك يا شهدك او تاخذ مليون او مليون يا هدية. تحقيق مليون يا حي او
لا خلاص باخذ. تاخذ مليون كهدية. طب ليه مبروك عليكم؟ لانه انا بدي اصير غنيه. يعني تعملي شيء يا ربي انا اللي كتبته. يعني مثلا بس يلا تحدي انقاذ شخص تحبه او انقاذ مئة ألف شخص لا تعرفه. اكيد انقاذ شخص احبه بس احتاج 10000. هو دوري. شو تحسوا؟ كولا ما حلو. بنتي كولا ما حلو. لا مو كولا ما حلو. يس. الذكاء الدراسي او الذكاء الاجتماعي؟ ها؟ سؤال صعب. الذكاء الاجتماعي. يلا 10 9 8 6 الدراسي لأن واحد عالم اجتماعي. برافو. أنا خايفة يطلع الكوكا يا رب. تطيح
شو تطبخ؟ أطيح قدام تعليم. أطيح قدام الناس. أطيح كوي. خلاص نطيح. هيا شو؟ كوي. أبو دورك. تسكن كوه مع عائلتك أو بقصر لوحدك؟ بقصر لوحدي. أكسر. عشان تسكن كوه مع عائلتي. دوري. ياي تكسب سفرة مجانية لبلد حبة أو تكسب آخر آيفون. آخر آيفون لأن لما نروح نسافر رح نرجع خلاص ما استفدنا شيء، بس آيفون رح يضل معنا طول السنة. طبعا سفرة مجانية ورح أسافر دبي. إيش عجبكم الفيديو؟ لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. نشوفكم في فيديوهات جاية. مع السلامة. أكا بكا بكا بكا.